آخر شيء وقفنا عنده المرة الماضية كان هو derivative of logarithmic function. متذكر اللوغاريتم اللي احنا أخذناه أصلا؟ ممتاز. ثانية واحدة بس. أوكي. طيب بالنسبة للوغاريتميك فانكشن شو بيقولوا لنا عن الديريفيتيف تبعه؟ بيقول لي لو كان في عندك لوغاريتم البيس تبعه ايه وفي جواته يو، يو بقصد فيها اي شيء، يعني يو اكس جواته فانكشن، وبدي احسب الديريفيتيف تبعه. قال باخذ الديريفيتيف اللي جوا اللوغاريتم وبحط تحت اللي جوا اللوغاريتم نفسه ضرب ln لل a. يعني على سبيل المثال، صوتي واضح صح؟ ما في مشكلة، منيح. ممتاز. يعني على سبيل المثال لو كان في عندي مثلا لوغاريتم أساسه 2 وفي جواته مثلا 3x plus 2، كيف بحسب الديريفيتيف تبعه؟ بدي اقول 3x على 3x plus 2 log 2 سوري تحت بيكون في عندي 3x plus 2 نفسها ضرب ln 2. هي ln عبارة عن لوغاريتم، بس شو بيكون البيس تبعه؟ تم لا اي e. لا تنسيهم، ال ln هي عبارة عن log أساسه إيه؟ log اللي ما في تحت شيء هو log. لهيك هون في مثل قانون دائما بيكتبوه لك، لما بدك تحسب الديريفيتيف ل ln اللي هو مو ل log اللي هو، هي بس u prime over u. طب ليش؟ لأن أصلا البيس تبعها إيه، فلما حاجي احسب ln e، ln e شو بتساوي؟ تحت لو كتبت ضرب ln e 0 1 0 1 لا 1 لما يكون لوغاريتم اللي عندي البيس تبعه نفس اللي جواته بيعطيني 1. ثاني فيك ترجع دقيقة اوكي، مكتوبين هنا هون بالكتاب بس طريقتك أبسط عم بكتب الإكزامبل مو مشكلة. أستاذ بالمات هي الترم جبت 100 الفاينل ممتاز أفريج ممتاز. شو اللي كان داخل معك؟ كان داخل أو الليمتس كل شيء ليمتس إيش كمان أظن مهما دخلوا بالليمت حيبقى أسهل من اللي أخذناه باليوس. إيه لا أنا لأنه بلشنا بالديريفاتيف وهيك فحسيت دينك أوريدي يعني مبكلتهم وبعرفهم فما كتير استصعبتهم الحمد لله الحمد لله. على فكرة لسه من يعني هلأ بس خلصنا اليوس، من بعدها أي شيء بيجيك يعني هيجي بالهاي سكول حتكوني أخذتي قبل، مستحيل يطلع المواضيع اللي باليوس. ايه الحمد لله وهلا نحن اصلا وقت نرجع من الفاكيشن حنبلش بالدريفاتيف فحيكون ان شاء الله يعني كثير هيك اكسيدنج دم إن شاء الله. طب خلص ممتاز. تعال نشوف هذا السؤال اللي هون. قال لي في عندي لوغاريتم البيس تبعه 5 في جواته x سكوير ماينس 2، طلب مني احسب البرايم تبعه. فلما بدي احسب مشتق ال x derivative of fx، what is the derivative of fx؟ هو ال derivative اللي جوا اللوغاريتم. شو ال derivative ال x سكوير ماينس 2؟ 2x صح؟ 2x وتحت بضل في عندي x square minus 2 times ln 5. طب انا بدي احسب f prime ال 5،
2 times 5 10 10 5 square 25 minus 2 23 جوابي مو صعب أبدا. هيك مو؟ لا لأنه ما في عندك أرقام مثلا تختصريها أو شيء. ممكن ما تلاقي الجواب مثل هيك. شو يكونوا عاملين؟ يكونوا مطلعين هذا ال ام لفوق. كيف بيطلعوا ال ام لفوق؟ بيكتبوها مثلا، ممكن هيك تلاقي. طبعا هون كاتبين هيك الجواب، بس ممكن بغير مكان ما تلاقي هيك الجواب. تلاقيهم كاتبين 10 على 23 تايمز لوك، يكتبوا الاي فوق والخمسة تحت. بتعرفي انت لما تبدلي بين اللي جوا اللوغاريتم والبيز تبع اللوغاريتم، طالعين من الدينومينيتر على النوميريتر. اوكي تمام. يعني هذكرك بالقانون هون، لو كان في عندك لوغاريتم اي بي هو كي، اي شيء كان يكون، فلوغاريتم ال a وخلي ال b تحت تصير واحد على كي. تمام. طيب تمام هذا أخذناه تبع ال n u، بس حاطينه ملاحظة. هو هذا القانون الأساسي أصلا، بس عشان تعرفي. بس هون أصلا أنت عرفتي ليش ما في ال n، ما في ال n u لأنه ال، يعني ما في ال n e لأنه ال n e واحد. هذا أسهل. شو هو الديريفيتيف لل ال n دائما؟ اللي جوا ال n تحسب الديريفيتيف تبعه على برايم اللي جوا ال n نفسه. شو الديريفيتيف لل x square 2x؟ الديريفيتيف of 3x is 3 3 over x square plus 3x. صعبة؟ لا أبدا تعال نشوف هذا اللي على الطرف. احسبي لنا يا انت هذا اللي على الطرف، جربي يعني شو بيطلع معك. صح. زيرو صح. طيب هي ببساطة، بس بدي أحسب الديريفيتيف للي جوا اليو. شو الديريفيتيف لل x سكوير ماينس 2 x؟ x سكوير ماينس 2 x برايم على x سكوير ماينس 2 x اللي هي 2 x ماينس 2 على x سكوير ماينس 2 x. صح. من يعني عوض 1 تعطيني 0 أو ماينس 1 هي 0. كمل. تعال نشوف هذا السؤال. x على لوغاريتم ال x. هلا اول شيء بدي احسب ديريفيتيف للفانكشن، بس هذا الفانكشن هون هو فيه فراكشن او فيه ديفيجن. شو بقول؟ بحسب الديريفيتيف للي فوق. كيف لفوق لحاله ولا تحت لحاله يعني؟ لا نسيتي القانون. تعال بقول ديريفيتيف للي فوق ضرب اللي تحت تذكر ماينس ديريفيتيف بالعكس اللي تحت ضرب اللي فوق على لين مربع اكس اللي سكويرد تحت. انتبهي السكوير من الاكس للجواقلي، لا بتفرق كثير. اوكي يعني هي على ال ان مو على الاكس. طيب
derivative of x, is 1, sorry, times ln x. What is the derivative of ln x? شو derivative del x؟ 1 over x times x. ليش مو لين؟ لأن ال x prime عبارة عن x prime over x. شو هو الديريفيتيف لل x؟ اوكي. لو تتذكري دائما بال ln بحسب الديريفيتيف لل جوا على جوا نفسه. ايه بس عوض ايه؟ f prime عند ال هون بتروح ال x مع ال 1 over x بضل 1. 1 times ln e شو بيساوي؟ دائما 1 times 1 is 1 minus 1 over 1 equal 0. مثل ما قلت لك درس الديريفيتيف اسهل من درس الليمتس بس بده حفظ قوانين. كمل. هلا حنتعلم كيف نحسب الديريفيتيف للاكسبوننشال فانكشن. انا حاشرح بس بعكس الكتاب، حابدا من a اس u. هذول استاذنا عم يحسبوا a اس x، انا بحسب a اس u فورا لانه x هي مجرد يعني سبيشال كيس اوف u اللي هو بقصد اي فانكشن كانت. ففي عندي a اس u يعني في عندي نمبر والاس تبعه فانكشن وبدي احسب الديريفيتيف تبعه. هذا اول شيء بحسب الديريفيتيف للي فوق، بعدين ضرب a اس u نفسها، بعدين ضرب ln a. example كان في عندي 3 to the power of 2x minus 1، ولو بحسب الديريفيتيف لل 2x minus 1 بضربها ب 3 to the power of 2x minus 1 بضربها ب ln 3، بيطلع الجواب 2 times 3 to the power of 2x minus 1. هون تحط برايم، نسيت حط له تايمز ln 3. اوكي، بعدها بالكتاب رح تلاحظ هلا انه كاتبين لي e to the power of u. بدي احسب الديريفيتيف تبعها، بكفي اقول e prime to the power of e times e to the power of u. طب ليش وين راحت ln؟ لو كتبت ln كنت كتبت times ln e، ln e equal 1، so ما في داعي اكتبها. في اي مشكلة؟ لا بس عندي سؤال. شو خطر لهم يعملوا انه combining للين مع هاي؟ الفكرة هون يعني شرح كيف استكشفوا هذا القانون طويل. انا كتير غريب بس انا شو دخل هاي بي اللوج واللين؟ لكن لأنه هو دائما اللين هو عكس الباور، فلهيك يعني اللين هو كتير مرتبط بالإكسبوننشال. اللين مرتبط فيهم كتير، مثل ما الروتس مرتبطة كمان بالموضوع. طيب يعني هون مشان تعرفي هون ليش ما في ln بهذا القانون؟ لأنه 1 بيكون طب سؤال، لو سألتك شو بده يكون derivative of e اس x؟ بده يكون x prime times e to the power of x. شو بتعطيكي؟ e to the power of x. تماما. e اس x دائما لما تكون بس e اس x ما في اي شيء ثاني مع الباور تكون هي نفس الديريفيتيف طبعا. حاله هيك خاصه مميزه انه بضل e اس x تكرر نفسها مهما حسبت الديريفيتيف تبعها ما بيتغير. طيب e to the power of x square plus 1 بدون f prime and 1. تعال نحلها خطوة خطوة step by step.
اه شيء بحسب الديريفيتيف للباور، اللي هي شو الديريفيتيف للاكس سكوير 2x، بعدها بيضل x. عندي الاي وعندها نفس الباور، بس بدنا يعني عوض 1، بصير عندي 2 times 1 times e to the power of 1 plus 1 يعني 2e squared. That's it. كمل. فهمتي السؤال؟ أهم شيء. ايه اسمك؟ ممتاز. ها بدي اشتق 5 to the power of cosine x. هالمرة 5 مو. أول شيء لازم أعمله، لازم أحسب الديريفيتيف للي فوق. شو الديريفيتيف كوساين اكس؟ negative sine x. ممتاز. تايمز 5 حيكون عنده نفس الباور. تايمز ln 5. أنا بعوض فورا باي أوفر 2. مالا برايم ال negative sine x؟ لا لا، لو كتبت كوساين اكس كنت حطيت برايم، بس انا فورا حسبته. اوكي. طيب ساين باي اوفر 2 نيجاتيف 1 1 كوساين باي اوفر 2 0. هصير عندي ماينس ال ان 5 ماينس ال ان 5، لو دخلت الماينس لجوا بتصير ال ان 5 to the power of minus 1، لأن بتذكر كنا ننزل الباور نضرب فيهم برا، واللي هي ال ان 1 over 5، هيك بتطلع الجواب. اوكي كمل. طيب هذا القانون ما في داعي نرجع نكتبه على ورقه بيضاء، بس بدي اوضح فيه كثير نقاط مهمه. قال لي لو انا بدي اشتق الانفرس فانكشن عند نقطه، فبقول انا 1 اوفر اف برايم عند نفس النقطه، طبعا في ماينس عشان انتبهوا في ماينس، بدك تنتبه شغله، اللي بيكون جوا الانفرس فانكشن هو عبارة عن شو؟ عبارة عن وايات، صح؟ شو قصدك؟ قصدك الجواب قصدك؟ شوف انتبهي، اللي جوا الانفرس فانكشن البوينت اللي حيعطوني اياها هي واي، بس انا لما بدي احسب الاف برايم للفانكشن كون عبارة عن اكسات. يعني لو بدي احول الموضوع هون لستبس، اقول لك الستبس، حقول لك اول شيء انه هن اعطوكي وايات، انت لازم تحسبي الاكسات. اوكي اوكي. يعني لو بدي هيك اعمله انا ستيبس، بقول بدي احول الوايات لاكسات. ستيبس ثانيه بدي انا احسب ديريفيتيف اوف اف اكس. ستيب ثالثه بس اني اعوض انه اف ماينس 1 برايم عند الواي هي عباره عن ماينس اف برايم عند الاكس. طب هون بتقولي استاذ يعني ليش انا الف كل هاللفه اصلا؟ ما استوعبت ليش ما انا فورا احسب الانفرس فانكشن وبعد احسب الديريفيتيف بعد اعوض، لانه انت بتعرفي انه ببعض الحالات من حساب الانفرس فانكشن لحاله بياخذ مني وقت، فليش لا احسب الانفرس فانكشن واحسب الديريفيتيف تبعه؟ بكفي انا احسب بحسب الديريفيتيف للفانكشن نفسه، بس حول الوايات لاكسات. هي سؤال مباشر. شوف هذا السؤال طلب مني احسب الديريفيتيف للانفرس فانكشن عند الفور، اللي انا ما بعرف شو هو الديريفيتيف للانفرس فانكشن، بس فيني اعرف شغله انه هون اذا الواي 4 فانا بدي احسب الاكسات تبعه، فبقول 4 equal radical 8x، باخذ سكوير للطرفين 16 equal 8x so x equal 2. هاي اول خطوه واهم خطوه. الخطوه اللي بعدها لو بحسب derivative of fx، كيف بحسبها كانت؟ شو هو كان derivative للسكوير روت؟ الديريفيتيف اللي جوا اللي هو ال 8x
يعني شو شو1 الديريفاتيف؟ على 2 8 over 2 times radical 8x. انت ما قصدك مع الراديكال؟ طبعا لا، فوق فوق اول شيء بحسب ديريفاتيف للي جوا الراديكال اذا كان سكوير الروت حصلا، بعدها بقول 2 times الراديكال نفسه. اوكي اوكي تمام. بس هلا شو صار عندي؟ صار عندي كل شيء بدي اياه. فيني اعوض ال 2 بس جواته f prime عند ال 2 هو عبارة عن 8 times 2 radical 16. radical 16 is 4. 2 times 4 is 8. ف f prime عند ال 2 هي عبارة عن شو؟ عبارة عن 1. آخر شيء بدك تنتبه له، رح أقول له انت ليش بدلت ب f of the inverse of 2 مش ب 4؟ 4 هي وايز، الإكس هي 2. شايف هيك علمت لك إياهم بالأصل. انتبهي ما تعوضي بال 4. أنا ما حسبت الإنفرس، حسبت الديريفيتيف للإف إكس العادي. اوكي هلا بقول إنه الديريفيتيف للإنفرس فانكشن عند ال 4 هو ماينس 1 على الديريفيتيف للفانكشن العادي على سوري 2. طب هي الحالة شو حيطلع عندي؟ أنا هي حسبتها اللي فوق، هي اللي تحت عفوا هي 1 ماينس 1 أوفر 1، جواب ماينس 1. وات؟ شي خطأ كتبناه؟ جست a second. ثواني بس. بس وقع الألم أو بالأحرى طرقت قطعة من الألم وقعت بس. سوري انا بس عندي خطأ انه ما في ماينس، انا كتبت الشغلة خطأ هون. انت حتى من اول ما قلت لي الاكويجن عم تقول لي انه في نيجاتيف 1، هي وين النيجاتيف 1؟ بصراحة تخربطت بينه وبين الكوليج الثاني. جواب 1 اوكي تمام ولا في مشكلة؟ لا لا تمام. يعني اليوم عم نمشي اصلا هذا الدرس فيه كثير قواعد، رح ناخذ نكمل باقي القواعد ونحل اسئله سوا. انت الدرس الجاي لما تحلي كمان ان شاء الله بنحل عليه اسئله. يعني هو هيدا المرة حنخلصه؟ لا لا بعد لسه في لا كمان مرة حنخلصه، بكير. حنخلصه اليوم، خلصه ونحل اسئله كمان. اوكي تمام. يعني تقريبا لازم من هون لرمضان نكون خلصنا المعهد هو ان في شاء لسه الله. الشابتر اللي بدك تعطيني اياها برا الكتاب ما هيك؟ تمام. problems بس يعني ممكن مثلا ال problems يبقى لنا اسبوع ناخده برمضان، بس الماث لا، يعني ان شاء الله تكون خلصت. تمام إن شاء حتى الله. ال problems احتمال نكون خلصناها، لسه في 3 weeks اصلا تقريبا. تمام. 1 2 3 ممكن إن شاء الله، يعني بالكثير أول أسبوع من رمضان بنكون خلصنا. تمام لا عادي ما في مشكلة. طيب عم بيقولوا لي إنه مو دائما بيكون ال derivative بس first derivative، بيكون أيام second derivative third derivative fourth derivative إلى آخره. قال طب بركي شو هي؟ قال لي الفيرست ديريفيتيف تحط 1 برايم، والسكند تنتين،
والثيرد 3. طب بركي بدي أحسب الديريفيتيف للمرة الـ50، مستحيل أقعد أكتب 50 خط فوقه، فبيحطوا شيء بيشبه الباور بس بيحطوه جوا بارانتس. بهي الحالة معناتها هو nth order derivative، يعني شفت شيء جوا بارانتس هيك فوق الـ fx مثلا 25، معناتها بدي أحسب الديريفيتيف تبعه 25 مرة، وغالبا هذا الشيء بصير بيكون آخر شيء بيعطيني زيرو مثلا، بعدين بشرح لك إياها. تعال نشوف هذا السؤال، طلب مني السكند ديريفيتيف اوف اف اكس، شو بعمل؟ عم بحسب الفيرست عشان اعرف السكند. يلا اف برايم للاكس يمين، شو هو الفيرست ديريفيتيف للاكس؟ 2x بلس 3. طب والسكند؟ بحسب الديريفيتيف للديريفيتيف لما اسال عن السكند، و2 بس ال 3 بتصير 0. معلش حطيت 3. في أي مشكلة؟ في أي مشكلة؟ أطلع ثاني درس. ما تسمعنيش يا هيا، أظن هلا صار صوتي واضح. بعتذر كتير، بس أول ما بلش شرح فصل النت دغري، ما في بعدين ما مشكلة، جات شبكته. سوري. ما في أي مشكلة. طيب هرجع بس الفكرة كنت عم بحكيها، عم انا عندي الديريفيتيف ما بيكون بس فيرست ديريفيتيف، اوقات بضطر احسب السكند ديريفيتيف. يعني انت اذا متذكره حكيت لك انا انه الفيرست ديريفيتيف عن شو بيعبر؟ بيعبر عن تانجنت، بيعبر عن السلوب اوف تانجنت، الميل تبع التانجنت. طب السكند ديريفيتيف بيعبر عن شيء اسمه كونكيفيتي، يعني كونكيف اور كونفكس، انه الفانكشن مثلا اول واحد بيقول لي الفانكشن عم يزيد او لا عم ينقص. لو اذا كان مايل هيك التانجنت معناته هو عم يزيد، لو كان مايل لتحت معناها عم ينقص. اذا كان بوزيتيف بيكون الفانكشن عم يزيد، واذا كان نيجاتيف بيكون الفانكشن عم ينقص. طب السكند اوردر ديريفيتيف بيقول لي مثلا هو الفانكشن عم يزيد، كان عم يزيد وهيك شكله ولا كان هيك شكله؟ كونكيف كونفكس. باقي الديريفيتيفز لهم كمان شغل، بس يعني انت هدول الاثنين غالبا ما حتشوف في بال، يعني بالجامعه بيحكوا عن هاي تبع اجباري انكريزنج اور ديكريزنج لما تدرس انجينيرنج، حيحكوا لك على الكونكيف بس مهما حيحكوا على اللي بعده. طيب فقال طب كيف بينكتب الرمز تبعه؟ واي برايم بعدين بيكتبوا خطين ثلاث خطوط. طب بركي بده يحسبوا nth اوردر ديريفيتيف، بدهم يحسبوا الديريفيتيف للمرة العاشرة، أكيد ما حيحطوا 10 خطوط.
فقال بيحطوها مثل عبارة عن power جوا parentheses، معناتها هي كم مرة لازم تشتق nth order derivative، مثلا 10 15 20. طيب هون حتسأليني على شغلة احنا ما كتبناها بداية الدرس، واللي شو يعني dy over dx or d square y over dx square. هلا اللي بعد كثير واضحين انه خلص مجرد تكرار الاولى، بس الاولى شو معناها؟ حاجي اكتب لك y، خليها شوي هيك فيها شغل، مثلا x square plus 3 dx square times x plus 4t مثلا. فيه x و t هذا الفانكشن. لما اقول لك انا dy over dx شو بكون عم اقول لك؟ اقول لك احسبي الديريفيتيف للواي باعتبار هون عندك الـ variable هو x، فبتعتبري هون انا عم تحسبي الديريفيتيف للـ x. شو الـ derivative of x square؟ 2x، وبتعاملي مع t كانه هو هون constant number. شو الـ derivative لـ 3t t square x؟ هو 3t square. طيب بركي استاذ سالوني عن dy over dt، على نفس السيستم بس هالمره بتعتبري الاكس هو الكونستنت نمبر، طبعا 40 هون حيكون ديربت تبع زيرو، بتعتبري الاكس هو الكونستنت نمبر والتي هو الفاريبل. فشو بتعملي؟ بتقولي الاكس سكوير وكله كونستنت نمبر، انا هون انا عرفت الديربت تبعي تي، عم بقول عم بحسب ديربت اوف واي وذ ريسبكت تو تي. طيب 3 تي سكوير شو بكون الاشتقاق تبعه؟ 60، نزلت الباور ضربتي ضرب x، x هو constant number، وال 40 بيكون derivative تبعه 4. مفهومة هي الفكرة؟ ليش ما بتكون مثلا 3x؟ لأنه أنت جبت as if إنه x t. أي دي شو قلتي؟ انه انت ليش ما كانت 3t اخذتي انه كانها هي الفاريبل اول باول واحده؟ لان انا كنت عرفت الفاريبل، قلت الفاريبل هي اكس اكس، هون قلت انه الفاريبل هي تي، يعني بس كنت عم بشرح شو الفرق بين دي واي اوفر دي اكس ودي واي اوفر دي تي. تمام اوكي. طيب لما بده يكون بيكون بده سكند اوردر ديريفيتيف، بيقول لك دي سكوير اكس اوفر دي اكس سكوير دي تو ذا باور 3 واي تايمز دي دي اكس كيوب، بس عشان تعرف كيف تقرايهم هذول، يعني مهم الفكره. طيب كمل، بكون عندي هلا سكند اوردر ديريفيتيف اوف fx، شو بعمل؟ بحسب الديريفيتيف. اسمع قالوا لك هون مين من ريسبكت لمين؟ لا لما ما يقول لي اكيد للاكس، ما في حل ثاني. شو بعمل؟ 2x plus okay. طيب second order derivative مين هو؟ بس شو قصده بالسكند اوردر؟ يعني احسب الديريفيتيف مره ثانيه، ديريفيتيف اوف ديريفيتيف. طب الثيرد اوردر ديريفيتيف، ديريفيتيف اوف ديريفيتيف اوف ديريفيتيف يطلع زيرو. طبعا الثيرد اوردر زيرو، لهيك شوفي على فكره انت قلتي ملاحظه جدا مهمه، لما يكون اوردر اوف ديريفيتيف اكبر من الباور، طبعا لما يكون بولينوميال بس هيك اكسات اكبر من الاكبر باور موجود، فورا شو حيطلع الجواب؟ الكوفيشن تبعه. طيب هذا السؤال جدا جميل، ممكن تفكر فيه.
نجرب حلو. طبعا طبعا طبعا، فاكيد ما حتحس بالديريفتيف 46 مره. انت بلش احسبي الفيرست سكند ديريفتيف ثيرد فورث، حيبين معك شيء. ففكرينا بيطلع كوساين اكس. كوساين اكس. تعال نشوف الطريقة. شو هو الفيرست ديريفيتيف للكوساين اكس؟ نيجاتيف ساين اكس. طيب سكند ديريفيتيف كوساين اكس. الماينس حضر الماينس، ايه لكن بس بيطلع ما في نيجاتيف. ماينس، لأنه الديريفيتيف اوف ساين هو كوساين، في نيجاتيف. طب الثيرد مين هو؟ مشتق الكوساين ماينس ساين، في قبله ماينس حيصير ساين اكس، صح؟ طب الفورث لاحظت شيء؟ لا كوساين اكس. كوساين لاحظت شيء؟ الفورث ديريفيتيف هو نفس الفانكشن، يعني لو رجعت كررت حيرجع تاني مرة يتكرروا نفسهم هدول. ديريفيتيف اوف كوساين اكس ماينس ساين اكس، ديريفيتيف اوف ماينس ساين اكس ماينس كوساين اكس، ديريفيتيف اوف ماينس كوساين ساين، بعدين برجع بيطلع معي كوساين، يعني هدول الأربعة حيضلوا يتكرروا، صح؟ صح. ممتاز جدا، طالما هدول الأربعة حيضلوا يتكرروا، معناتها لما يكون، معناتها هون لوين بروح؟ بروح لدرس المود زي ما ذكرت فيه. فبقول بدي اخذ هاي ال 46 بدي اقسمها على 4، شو بضل الريميندر منها؟ اثنين فبنحط الثانية. بضل 2. عم نحط الثاني، صح؟ بكون بدي احسب بس اشتق مرتين، فشو بيطلع معي؟ نيجاتيف كوساين اكس. مفهوم الفكرة؟ كتير حلو السؤال. طبعا دائما على فكرة الساين والكوساين كل 4 مرات تشتقيهم بيرجع بيكرر نفسه. طب لاحظ هيك نفس السؤال، بس بدل كوساين اكس ساين 2 اكس، فيك تحلي. ثاني بدك اياها ل 46 كمان؟ بدي اياها ايه طبعا انا كم 46، تطلع كوسين 2 اكس. لا
طلع معك شيء؟ لك صح، معك حق. في شغلة أنت ما انتبهتي لها. حاول فكر بطريقة ثانية. لا شوفي، شوفي الفكرة وين. لما تحس ب f برايم لل x، بس هون في جواتها 2 x مو x، بدك تحس بالديريفيتيف لل 2 x. شو هي؟ 2 صح؟ تايمز كوساين 2 x. طب لما تحس بالسكند اوردر ديريفيتيف شو بيطلع عندك؟ هاي 2 اصلا حضلها الكونستنت نمبر، وحتحس بالديريفيتيف لل 2 x حتعطيكي 2، والديريفيتيف للكوساين x هو مين؟ ماينس ساين. نيجاتيف ساين اكس. 2x 2x تصير ماينس 4 كوساين 2x. بعدها ثيرد اوردر ديريفيتيف ماينس 4 اصلا موجوده، او مكان ال 4 حكتب 2 تو ذا باور اوف 2، ما اظن عندك مشكله. ماينس 2 تو ذا باور اوف 2 في عندك اصلا، بدك تحطي تضربيها كمان ب 2. والكوساين ديريفيتيف تبعه ماينس ساين، لانه في برا ماينس حتصير زائد، يعني حتصير 2 تو ذا باور اوف 3. شو؟ طب انت استاذ نزلت الباور اوف 2 لتحت، ليش رجعت كتبتها مره ثانيه؟ ما نزلتها. وين نزلتها؟ بين ال second وال third. ثواني انا ما عم، لا 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 انت مالك عارفانه هي ال 2 منين عم تجي؟ عم تجي هي ال 2 لاني عم بحسب الديريفيتيف لل 2 اكس. فانت بس عم تزيد ال يعني عم تحط ال 2 وات وتزيد عليهم 2 وات 100%. ليش؟ لانه انت بس اذا متذكره كان الديريفيتيف لساين يو او كوساين يو حتى هو يو برايم تايمز كوساين يو. اوكي تمام، فكرتك انت عم تنزل من اللي قبله. لا، فاللي بعد الرابعة شو بتعطيكي؟ كمان بدي ارجع انزل 2، ايش حيصير في عندي؟ 2 to the power of 4 sin 2x cosine 2x. انا في عندي خطأ، كوساين ماي سوري هي ساين. المهم يعني بس خطأ بسيط، انا عم بحسب الدرجة هي ساين، انا كنت كاتبها بالخطأ كوساين. هي بتصير ماينس بلس كوساين 2x، هي ماينس 2 تو ذا باور اوف 3 كوساين 2x. بدك تشتقي ال 2 اصلا 2x، فبتعطيكي 2 ضربتها فورا برا، والماينس حتروح مع الماينس، وحيبقى معك مين؟ ساين 2x. طب وين رح وصل اخر شيء لما بدي اروح عند ال 46؟ عند السكند. ممتاز، عند السكند بتعرفي ليش؟ بس ال 2 حتطلع 2 تو ذا باور 46 تماما، وعند السكند في نيجاتيف فبضل نيجاتيف، وبضل عندك ساين 2 اكس. فيها مشكله؟ لا تمام ممتاز، هي اصعب ان شاء الله منيح ما جابوها. لكن انتبهي على التو. تمام. طيب الفكرة اللي بعدها، يكون في عندك x y الاثنين مرتبطين ب t، بعدين بيطلب منك dy على dx. الأول أصل بيقول لك دخلي dt تحت كل وحدة وكذا، موضوع أبسط من هيك. شو كان دي؟ ببساطة احسب الديريفيتيف للي فوق والديريفيتيف 16 minus 3 t squared والy هي 4 t cubed plus 3 t squared. طلبوا مني dy over dx. dy over dx أنا بعرف أقرأ، إنه أنا بدي احسب الديريفيتيف للواي with respect to x. طب اوكي، انا الواي عندي تي والاكس تي، شو بعمل؟ ها بدون قوانين بدون شيء بحط خط كسر، بشتق الواي بالنسبه لتي عادي، اللي هي تعطيني 12 تي سكوير بلس 16. نعم. انت كيف عرفت مين بالنسبه لمين؟ بس هي عم تلخبط فيها. اللي فوق بالنسبه اللي تحت دائما، يعني واي بناخذها ولا الاكس اللي بناخذها؟ انه اللي فوق، اللي فوق هو اللي بدي احسب الديريفيتيف تبعه،
واللي تحت هو اللي بيعبر عن ال كان اسمه الكونستنت اللي تحت يعني. variable. يعني هو يعني انت هو عم يقول بدك تحسب الديريفيتيف تبع الواي وتعتبر الاكس variable. ومين الكونستنت؟ ما في كونستنت، مو شرط دائما يكون في كونستنت، هو ما بيعرف الكونستنت، هو بيعرف الفاريبل بس. لكن شو عملت هون؟ اصلا لا في... لا الاكس له علاقه بالواي، يعني ما في بيناتهم اي ريليشن، الاثنين مرتبطين بتي بس. فشو بعمل؟ بحسب الديريفيتيف للي فوق والديريفيتيف الديريفيتيف للي تحت بالنسبه لي. هلا بشرح لك كيف صارت. هو قال لي عوض كل تي 2، بعوض له كل تي 2 ببساطه. 2 squared is 4 times 12 48 6 times 2 is 12 over 6 minus 12 يعني minus 6. ما هو حيطلع عندي فوق 60 over minus 6، الجواب minus 10. طب استاذ ليه انت شلون هيك حسبت الديريفيتيف بالنسبه لي؟ هن اصلا اثنين ما لهم مطلوبين بالتي، هن طالبين يحسب الواي بالنسبه للاكس. ببساطه انا دخلت التي بينهم. كيف؟ لما يكون في عندك فراكشن لو قسمت اللي فوق واللي تحت على نفس الرقم بيتغير شيء؟ لا نفس الشيء. هذا اللي عملته. ساوت دي واي على دي تي اوفر دي اكس على دي تي. يعني حسبت انت ما قسمت، you substituted. فاذا انت بدك تقسم على اثنين مو بيطلع غير، مو هيك؟ قسمت على دي تي، انا قسمت اللي فوق على دي تي واللي تحت على دي تي. يعني دخلت الدي تي. تمام. سؤال لو قلت 20 على 10 وعملت هون على 10 وهون على 10 بيتغير شيء؟ No. نفس السيستم. اوكي هون صرت حقول بدي احسب الديريفيتيف للواي وذ ريسبكت تي، واحسب الديريفيتيف للاكس وذ ريسبكت تي، وحسبته. طبعا مالك مضطر كل مره تكتبيها، هاي كتبتها بس للشرح. كمل. هذا السؤال فيه شوية شغل، وين الشغل صار؟ اتكى فيه انه هو عم يسألني عن دي، يعني عم يسألني عن الديريفيتيف للواي بالنسبة للاكس، بس عم يسألني عن السكند ديريفيتيف. فلازم تستوعبي بس فكرة انا كيف بكتب الديريفيتيف الاول، عشان كيف بكتب الديريفيتيف الثاني. كيف بكتب الديريفيتيف الاول؟ دي واي على دي اكس، صح؟ صح. طب الديريفيتيف الثاني بقول بدي احسب الديريفيتيف لهذا، فبقول دي دي واي على دي اكس اوفر دي اكس، صح؟ بلى. اللي هو بيعبر عنه. مين بيعبر عنه؟ بيعبر عنه هذا، عشان تعرف هاي هيك شكلها. هي دي اللي برا، ما هيك انت بس طلعت لبرا مشان تعملها عادي. تماما، هاي اللي مدونين بالاصفر هن مثل بعض، بس انا فكيتها، قلت اني انا بحسب الديريفيتيف الاول تبع، بعدين بحسب الديريفيتيف اوف ديريفيتيف. فسرتها لسه في اكس تحت. وين تحت؟ اكس، اكس سكويرد كانت، حطيت انت دي اكس. لا هي نفسها دي اكس سكويرد، معناتها هي السكند اوردر ديريفيتيف، فانا بس كتبتها بشكل ثاني. قلت اني انا حاحسب ديريفيتيف اوف ديريفيتيف، تمام؟ يعني هاي دي اللي فوق. انا سامع، ما عم بفهم بسرعه بس انا شفت لخبطه. يعني هاي دي اللي برا هي هاي دي اكس اللي تحت، انت بتستوعب الفكره. هي ما لا يعني اتس نوت ا فاليو، هي بس مثل بتعرفني with respect to what should I calculate the derivative. يعني هي بس بتعرفني مين هو ال variable عندي، بس هي شغلتها. اوكي تمام 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 هون انتبهي، لما قلت دي واي على دي اكس، يعني دي واي على دي اكس بقصد فيها اف برايم. بعد قلت دي للدي واي على دي اكس اوفر دي اكس، يعني بحسب اف برايم للاف برايم، هيك معناتها. تمام تمام
يعني لو اعتبرت ال y f x، فالدي واي على دي اكس هي معناتها اف برايم اكس، والدي للاف برايم على دي اكس هي معناتها اف، بيكون عليها 2 برايم سكند اوردر ديريفيتيف. فهمتيها او لا؟ فهمت انه هي يعني انت بس you wrote يعني you rewrote it بس هيك يعني بس نفسها هيك بس تمام. ليش شو اللي عملته انا؟ دي واي على دي اكس هو الفيرست ديريفيتيف، والدي تبع على دي اكس هو انه الديريفيتيف تبع الديريفيتيف. يعني بدي اوكي هلا فهمت اكثر تمام. يعني في شغله ثواني اكتبها هون، دي واي على دي اكس هي مين؟ هي واي برايم صح؟ صح. فلما انا قلت لك دي للدي واي على دي اكس، كاني انا قلت لك دي للواي برايم على دي اكس، اللي هي سكند اوردر دريفت. عرفت شو قصدي؟ تمام. بس الواي هي دي واي على دي اكس. الواي برايم ايه ايه تمام. طيب لما حكمل هلا اللي بعدها، دي واي على دي اكس قبل شوي حسبتها، قلت لك لو دخلت دي تي تحتهم فشو حيطلع عندك؟ يعني بس احسب الديريفتيف للواي بالنسبه لتي والديريفتيف للاكس بالنسبه لتي. شو الديريفتيف لساين تي؟ كوساين تي صح؟ امبلا وهذيك شو الديريفتيف لساين تي؟ نيجاتيف ساين تي على دي اكس على دي اكس ما بنقلب عليه. هلا نفس الشيء، اللي فوق اصلا عم يسالني بي تي واللي تحت عم يسالني بي تي، فبحسب الديريفيتيف للي فوق بالنسبه لتي والديريفيتيف للي تحت بالنسبه لتي، نفس السيستم ما بيتغير شيء. شو الديريفيتيف للاكس بالنسبه لتي؟ ماينس ساين تي صح؟ ايه طب شو الديريفيتيف للي فوق بالنسبه لتي؟ كوساين هذا فراكشن، فبدك تشتق يعني I gonna calculate it as a fraction. وال derivative لل numerator اللي هو شو مشتق الكوساين؟ minus sin x times the denominator. اوكي هون هاي اظن لازم اكتبها تحت، يعني لما وصلت لهي النقطة كأني رجعت دخلت دي تي تحتها، تحت كل واحدة منهم، انه هي بالنسبة لي وهي بالنسبة لي. بحسب ال dx اللي هي ماينس ساين تي الديريفيتيف تبعه، وبلش بحسب الديريفيتيف للي فوق، اللي فوق هو فراكشن، فبدي احسب الديريفيتيف تبعه از فراكشن. او لو بتحبيه فيك يعني تحسبيه از كان اسمه، لو اسهل لك تكتبيه از كوتانجنت، لو كوساين اوفر ساين هي كوتانجنت if you want. يعني تقولي بدك تحس بالدي للماينس كوتانجنت تي، والله اسهل، ليش لا احسبها از فراكشن اذا فيني احسبها از كوتانجنت. بس ثواني كانه يمكن از كوتانجنت ات ويل نوت ورك. نو ات ويل ورك 1 بلس كوتانجنت سكوير، بس بدي ارجع افك الكوتانجن عشان يطلع. ثواني بس خليني افكر، لانه في نقطة هون كوتانجنت عند الباي على 2، طبعا عند الباي على 2 بيساوي 0 صح؟ صح ما في عندك اي مشكلة. بنذكر شو هو الديريفيتيف تاع الكوتانجن؟ ماينس 1 ماينس برا 1 بلس كوتانجنت سكوير اكس، بس لانه في ماينس بتروح الماينس، شو بيبقى عندي؟ 1 بلس كوتانجنت سكوير اكس تي ما في اكس لانه اوكي، وتحت ماينس ساين تي حيبقى عندك. لو حطيت الباي على 2 شو بيطلع عندي؟ كوتانجنت الباي على 2 هو 0 حيطلع عندك 1، ساين الباي اوفر 2 هو 1 بس في عندك ماينس اوفر ماينس 1، جواب ماينس 1. بس شو هاي الشغلة الخطية اللي عم تعملها عم تكتب باي خط اوفر بس انه بقصد بدي اعوض باي اوفر 2 تي.
اوكي تمام. طيب خلينا ناخذ بريك 10 minutes ونرجع نكمل. تمام.
طيب رجعتيها هيا؟ ايه استاذ، ممتاز، خلينا نكمل. ما بقي على فكرة، يعني تقريبا أفكار الدرس خلصت، قوانين بقى يعني تطبيق على اللي قبل، بس ما بقى ناخد شيء جديد. أوكي بنكمل. اللي بعدها اسمها The Chain Rule. من اسمها Chain، هي سلسلة. الواي بتكون مرتبطة بيو، واليو مرتبطة بتي، والتي مرتبطة بأكس، يعني like this. مو حاطين سؤال على الشين رول، غريب. طيب just a second، بس بدي نلاقي سؤال chain rule حلو مثلا. هاد هذا اي السؤال، أي تيست؟ سؤال جميل. بالتيست with solution I think. yeah. اوكي تمام. لو ال y هي sin square x، ال x هي u square minus u، وال u هي tangent t. شفت شلون ماشية؟ chain، سلسلة. t مرتبطة بال u، ال u مرتبطة بال t، وال x بال u، وال y بال x. هو بده dy بالنسبة لدي تي، يعني دائما بيسألني على الديريفيتيف لأول واحد فوق بالنسبة لآخر واحد تحت. بحسب الديريفيتيف لكل لون وبضربهم ببعض، يعني شو الديريفيتيف لساين سكوير الاكس؟ 2 تايمز ساين اكس تايمز كوساين اكس، صح؟ نزلت بلى. الباور، نقصت الباور واحدة وحسبت الديريفيتيف للساين. شو الديريفيتيف للواي لليو سكوير ماينس يو؟ 2y 2u سوري ماينس 1، صح؟ ايه شو الديريفيتيف للتانجنت تي؟ 1 اوفر، ما في 1 اوفر؟ لا 1 بلس تانجنت سكوير، في او مبلا في 1 اوفر، 1 اوفر كوساين سكوير. او بتقولي بس ما هون هون اساس خليها تانجنت، لان باي اوفر 4 مع التانجنت تعطيني فورا 1، انا محولها لكوساين تعطيني راديكال 2 اوفر 2، بعدين ترجع سكوير تبعها، بعدين ترجع تأذيها. فوايد. اوكي تمام. We don't have to. اوكي. طيب هلا ال تي باي اوفر 4 شلون بحسب اليو؟ باخذ ال تي وبعوضها جوا اليو. يعني اليو هي عبارة عن شو؟ تانجنت باي اوفر 4، صح؟ يعني اليو هي 1. مشكلة؟ هي كيف جبتها؟ ليش صارت تان؟ أخذت التي عوضتها هون عشان طلع اليو. بس أنت أريد غيرتها ل 2 u minus 1 وين؟ في second parenthesis. لا لا لا، أنا أول لسه ما معوض بالديريفيتيف، أنا عم طلع الأرقام اللي بدي. اوكي اوكي تمام. يعني انا هون لو عوضت مكان ال تي باي اوفر 4، طيب مكان اليو شو بدي اعوض؟ هلا عم بحسبهم اللي بدي احطهم مكان اليو ومكان الاكس. اوكي اوكي طيب مكان اليو عرفت بدي اعوض 1، طب لو حطيت مكان اليو 1 الاكس بتطلع 1 ماينس 1 هون، الاكس بتطلع 0 زيرو، بس بكفي انا هدول اللي بدي اعوضهم. بنحط مكان كل اكس زيرو، ساين سكويرد اكس زيرو هي كمان زيرو، ما بيهمني اعرف الواي، بكفي انا بيهمني اعرف الاكس واليو والتي بس. على فكرة ما في داعي اكمل، تعرفي ليش؟ ساين زيرو از زيرو، فكل شيء زيرو. زيرو تايمز anything زيرو. صعبة؟ لا أبدا. التشين رول بحسب الديريفيتيف لكل ياخذ بضربهم ببعض، بعدين بحسب الفاليوز اللي بدي احطهم جوا الديريفيتيف. تمام. اوكي، let's continue.
خلصنا بقى يعني آخر صفحة فكرة بالدرس كله. في عندي شيء اسمه implicit function، هو عبارة عن function. الفانكشن العادي شو بيكون فيه؟ زيرو بالعادة بيكون فيه، بس يا أما بس x يا أما بس y، صح؟ اوكي صح. أما ال implicit function شو بيكون فيه بقلبه؟ x-at y-at مع بعض. قصدك انه two variables؟ طبعا بيكون فيه two variables، function with two variables. فلما يعطوني هيك function وقولوا لي ال fx y equal zero إله رول. طبعا صراحة بالرياضيات هذا إله أكثر من رول، لكن نحن هون بيحسبوه بهذا الشكل. بقول لما بدي أحسب الديريفيتيف تبعه بقول هو ماينس الديريفيتيف بالنسبة لل x over الديريفيتيف بالنسبة لل y. تمام؟ تمام. بس شو يعني خلينا ناخذ اكزامبل هي اكزامبل، مو هو عبارة عن كأنه فانكشن فيه اكسات وفيه وايات؟ بلا شوفي كيف الديريفيتيف تبعه بنحسب، حط ما ماينس في تحلي اكس ماينس واي سكويرد وتحل هيك، ما في داعي حط ماينس فوق بحسب الديريفيتيف كأنه الاكس هي الفاريبل. فمثلا شو الديريفيتيف للاكس سكوير؟ 2x. شو الديريفيتيف لل2xy؟ 2y. 2y. شو الديريفيتيف للواي سكوير؟ 0. هلا بعتبر الاكس هو الواي هو الفاريبل تحت، فالاكس سكوير شو بيكون الديريفيتيف تبعه؟ 0 وال2xy و2y ماينس 2y. طلع ماينس لبرا، لسات برا كومن فاكتور بضل عندي x بلس 1 اوفر 2 تايمز x ماينس 1. روح ال 2 غالبا هنا حيدخلوا، فبدل x ماينس 5 بتصير y ماينس x. بضل عندك x بلس y اوفر y ماينس x. في مشكلة؟ النيجاتيف ليش فوت ولا تحت مش لفوق؟ بتفرق تحت ولا فوق؟ بتفوت حسب الإجابات بقى هون. أوكي تمام. هون بس تكون هيك في عندي function فيه اكسات وايات equals بحسب الديريفيتيف بالنسبة لx over بحسب الديريفيتيف بالنسبة لy. طيب اخر فكرتين بقيانين عندي اللي هن greatest integer function. متذكرتي لل greatest integer function؟ ال parentheses فكرته؟ step function هو هو special function. ايش step function؟ يعني دائما يا اذا النيجاتيف حيكون الاكبر واذا بالبوزيتيف حيكون الاصغر. 100% اسمه لي اكبر، هو فعليا عن جد هو اللي اصغر، لانه ماينس 4 مثلا 0.5 اللي قبلها هي الماينس. اه يعني صح، ممكن هيك مثلا فكرت داخله بالفاينل. يعني مثلا لو قلت لك هون 3.12 شو بيعطيني؟ 3 دائما بيعطيك الانتجر اللي قبله. فمثلا لو ماينس 1.5 شو حيعطيني؟ ماينس نيجاتيف 2. بس قال لي ديريفيتيف جدا فكرته بسيطة. لو البوينت اللي بدي احسب الديريفيتيف عنده طلعت هي انتجر فما بيكون في ديريفيتيف، ديريفيتيف does not exist. اما لو طلع عندي فراكشن او طلع عندي اي شيء، يعني النقطة اللي بتكون جوا فبيطلع زيرو. طب ليش هيك عم يعمل؟ why
شوف الفكرة طب في ببساطة، مسؤول شو كانت زي؟ زي هي الانتجرز، أوكي. يعني بيقصد لو كان في عندك جوا البرانتيسس انتجر بيكون الديريفيتيف does not exist، أما لو طلع عندك مثلا فراكشن أو طلع عندك فواصل لا بيكون الديريفيتيف زيرو. أوكي، أوكي. ما إلى حالة ثالثة، يعني يا اما بيكون جوا في انتجر وبيكون does not exist، يا اما بيكون في جوا اي شيء غير انتجر وبيكون derivative zero. السؤال اللي بعده، او عفوا السؤال اللي بعده، الفكره اللي بعدها، متذكر السيجنوم فانكشن؟ فانكشن شو كانت فكرته؟ مثال فلنفترض في هل عندي نلاقي له الانجل؟ لا لا، هذيك الاورك ثانية. لك لا لا، شوف الموضوع، الموضوع جدا بسيط. لو كان في عندي اف اكس مثلا هو سيجنوم يو، فببساطة حيكون له ثلاث أجوبة، نيجاتيف 1 0 1. على شو بتعتمد أجوبته؟ لو اليو نيجاتيف بيعطيني ماينس 1، لو اليو 0 بيعطيني 0، لو اليو بوزيتيف بيعطيني 1. يعني السيجنوم فانكشن أو ساين فانكشن هو عبارة عن لما يحط بقلبه شيء بوزيتيف بيعطيني واحد، شيء نيجاتيف ماينس 1، يحط بقلبه زيرو شو بيعطيني؟ زيرو. زيرو، ذاتس ات. فليك بيقول لي عند الـ عند الـ عند الـ ساين فانكشن او سيجنوم فانكشن ببساطه ما بيكون في عنده ديريفيتيف اذا كان في جواته زيرو، بيكون في عنده ديريفيتيف اذا كان في جواته اي رقم غير الزيرو بيكون جوابه زيرو. تمام؟ تمام. يعني هلا بنرجع للي قبله، اللي قبله اللي هو الـ greatest integer function، شو كانت فكرته؟ إذا في جواته integer ما بيكون فيه derivative، طب إذا في جواته أي شيء غير الـ integers derivative تبعه zero. الـ signum function أو الـ sine function لو جواته zero ما في له derivative، لو جواته أي شيء غير الزيرو derivative تبعه zero. كثير غريبة. تمام. إنه أصلاً أنواع التوابع هي غريبة شوي. It's no problem. طيب خلصنا، تعال نشوف أسئلة الجامعة. هذا السؤال شوي يعتبر غريب، هو سؤال جامعة أندوكوس مايس ب 2019. سألوا الطلاب، قالوا the graph function f is given in figure above. Accordingly, in how many points of the interval between minus 5 and minus 3, the function does not have a derivative. سؤال، متذكر تعريف الديريفيتيف أو شو علاقة الديريفيتيف بالرسمي؟ بيعبر عن الميل السلوب تبع التانجنت، صح؟ صح. فبهي الحالة أنا لما أكون عم أقول، هسألك سؤال، من هي البوينت كم لاين فيك ترسمي يكون تانجنت للفانكشن؟ واحد. واحد؟ لا قد ما لا لا، بدي كثير كثير. شوفي هاد، وقولي هذا تانجنت لمس بنقطة واحدة، وهاد برضه تانجنت إجا بنقطة واحدة. فلهيك تعلمي شغلة بالفانكشن، هي تعريفها العلمي أصعب من هيك، أنا عم بحاول أخليها سيمبل يعني أز ما استعزك يعني. فبهي الحالة بما انه هي زاويه وهون مستحيل يكون في دريفت. طب يعني استاذ ليش تفرق؟ ايه بتفرق. شوفي هون في عندك اصلا منحني، هون ما في غير سلوب واحد، ما في غير تانجنت واحد بالرسم، هم كثير زبط معي. شوف فعليا جد ما في غير تانجنت واحد، في غير هذا التانجنت مو في الرسم؟ لا، اذا رسمت اي مستقيم ثاني ما بيعود تانجنت، بصير بيقطع الفانكشن نقطه ثانيه. اوكي، اوكي. فاللي بدي اياكي تعرفي انه النقاط اللي بتكون عند الفانكشن عامله مثل الزوايا بيكون ما في عندها دربت. طيب وهي عند الماينس 1، عند الماينس 1 اصلا في اوبن بوينت، يعني هون ما في، عند الماينس 1 مقطوع الفانكشن، فهي البوينت كمان ما بيكون في عندها دربت. في مشكله؟ لا تمام. فعند كم بوينت كان هو ما إلى ديريفيتيف؟
6 بوينت. واحد اثنين ثلاثة أربعة، وين السادسة؟ شو وين السادسة؟ أوكي تمام. يعني تذكري بس يكون في قرنة هيك عامل فيها الفانكشن زاوية قاسية هو ما بيكون في ديريفيتيف. أصل الموضوع بينحل باستخدام إذا متذكر الديفينيشن اوف ديريفيتيف اللي فيه كان ليميت. ايه يعني الموضوع شوي طويل. تمام. لأنه بصير بقول بحسب هداك الديفينيشن اوف ديريفيتيف، ولو طلع عندي نهاية الليمت هي point بقول there is a derivative، لو طلع عندي infinity بقول derivative does not exist. هذا هو مثل عبارة بيكون عن test مثلا لأني point لأعرف إذا هي point has a derivative or not. فالموضوع هون يعني هذاك الموضوع كثير بيكون علمي وspecific، يعني بتاخذيه بالجامعة، أما هلأ باليوس ما بيطلبوا هيك شيء حتى ما له مشروع. طيب كمل أسئلة الجامعة تحت، كمل هيك هدول اللي فوق بعض بعدين بنحل الأسئلة اللي على الطرف. سؤال، نعم. إذا كان عندنا مثل على نيجاتيف 1 ان اوبن سيركل بس تحت بوينت لنيجاتيف 1، يعني اف اوف إيه. نيجاتيف 1 بس لا بيكون حتى ما في ديريفيتيف ما في. طبعا. تمام. شوف سؤال 35 x كيوب ماينس 3x سكوير بلس 4 هذا الاف اكس، والجي اكس هو a اوفر 3x كيوب بلس بي اكس سكوير. عم يقولوا if the derivative of f and g are equal at each point what is a over b؟ شو معناتها equal؟ يعني اصلا هم عندهم لازم الديريفيتيف تبعكم متساوي. شو الديريفيتيف تبع الاف؟ 3x squared minus 6x. بس شو الديريفيتيف تاع الجي اكس؟ a x squared 2bx. هلا بالمقارنة معناتها الاي شو لازم تساوي؟ 3 وال 2 بي شو لازم تساوي؟ 3 ماينس 6 نيجاتيف 6 بي 3 البي نيجاتيف. طيب A over B minus في مشكلة؟ لا بس ثانية. تمام. نحل الأسئلة على الطرف. جربي حلي هاد، خلينا مثله. طلعت معي صح t plus 1 على 3t ببساطة بس اللي دي واي على دي اكس والواي اكس له علاقة ب t فورا بحسب الديريفيتيف اللي فوق بالنسبة لـ t بيعطيني 2t plus 1 t plus 2 على 16 ممتاز 2 مو 1 سوري الخطأ. بعدين طلعت الـ 2 as a common factor صح؟ صح فبصير 2 t plus 1 على 3t. صح 100%. السؤال اللي بعده بدهم يحسبوا ال second derivative عند ال e.
طلعت معي غلط، طلعت معي 2A. طيب هذا سوا الفيرست ديريفيتيف، هون في عندي مالتيبليكيشن، فتذكر الرول. شو كان الرول؟ قول ديريفيتيف اوف ذا فيرست وان تايمز ذا سكند بلس ديريفيتيف اوف ذا سكند. شو الديريفيتيف اوف لوغاريتم اكس؟ 1 اوفر اكس ذا فيرست. شوية تظبيط بتروح هاي السكوير مع ال 1 اوفر اكس، بضل اكس لحاله. هلا السكند ديريفيتيف، شو الديريفيتيف لل 2 اكس؟ 2 تايمز لوغاريتم الاكس بلس ديريفيتيف لوغاريتم الاكس 1 اوفر اكس تايمز 2 اكس، والديريفيتيف لهي الاكس اللي بقيت لحالها بالاخير 1 صح؟ بس السؤال انت ال 1 اوفر اكس تايمز 2 اكس وين جبته؟ هاي؟ لانه هي ايه لا هي لتحت السكند. ثواني just a second. The first, the second. Derivative of the first time the second plus derivative of the second times the first. Sorry. And the E هلا. What is ln E? Is one. One. So هيطلع عندي two. طبعا هي الاكس حتصير مع الاكس. Plus two plus one والجواب؟ Five. خس تمام. هذا السؤال جدا لطيف، اعطاني first derivative والsecond. هي I think this the third one is the second derivative. yeah خطأ طباعة، مو حاطين second derivative. ببساطة بس عوضي، يعني قولي لي f zero كل شيء بصير فيها 0 0 0 0 و c. f0 is 1 1 so c equal 1 1 بعدها احسب f prime اللي هو 3x square 2 ال b2 تماما plus 2x plus b. لما حتعوض 0 حيطلع هو نفسه ال b اللي هو نفسه لازم يطلع 2. طيب وال a شو حيطلع؟ بدون ما ال a حيطلع نيجاتيف 4. خطأ خطأ طبعا، بس نحن بس عم نقيم ونحط نفس الشيء. استني بس لا احسب لك السكند ديريفيتيف شو فيها. نسيت ال squared. شو حتصير؟ حيصير عندي 6x plus 2a. لما حتعوضي 0 هيبقى عندك 2a مو a واحدة. شايف هي كانت تريك على فكرة من الجامعة، فال a هي minus 2 تمام؟ لا ثانية. اوكي تيك يور تايم. بس فيك تقول 6a و 2a من وين جبتهم؟ ايدي شو قلتي؟ 6x و 2a من وين جبتهم؟ ال second derivative هو derivative of derivative. من هون حسبت ال derivative لهي. طيب في مشكلة هون؟
لا ما في مشكلة. ممتاز، ما بقى عندي غير f minus 1، بس حط مكان x minus 1، حط كل شيء مكانه. minus 1 cube is minus 1، a x square minus 1 squared is 1 times minus 2 minus 2، v times minus 1 يعني 2 minus 1 minus 2، plus c c هو 1، جواب minus 1. صح. صح. طيب من هذا السؤال، هذا السؤال برأيي هذا خليه لحتى ناخذ شو كان اسمه؟ انتجرال، لأن هذا السؤال انتجرال، هذا سؤالي. يعني أنا ما أعطيناها لعبت. أحسن بالمقلوب. تمام. تمام، من هذا السؤال انتجرال ما أدري بتحسيه جايب الغلط لهم. تمام. بس that's it. حاولي تحلي أكبر قدر بتقدري عليه من الأسئلة. أنت بدك يوم الأحد ولا الاثنين؟ إذا الاثنين بيكون أفضل I think. طيب أي صعب بدك؟ ما بتفرق إذا أنت فاضية بنهار بنهار، أنا الاثنين عندي وقت بنهار. يعني بتحب الصبح كمان يعني؟ ولا بدك ممكن، بالعادة تمام؟ لا لا ممكن بنهار الصبح حتى. أنت أي ساعة مثلا بيناسبك الصبح؟ بدك مثل هالوقت؟ أوكي تمام إن شاء الله. تمام إن شاء الله. شكرا لك. عفوا، مع السلامة يا هلا. مع السلامة.